الله الرحمن الرحيم. حفلنا الكريم مشاهدينا الاعزاء في كل مكان، انطلاقة اخرى وتواصل اخر في هذا الصباح هنا في ميدان المرموم لسباقات اللجنة العربية الاصيلة. على بركة الله ينطلق خامس الاشواط، وهو الشوط الثاني المخصص للمحليات الاصايل من الابكار اللقاية. تسير هذه الدفعة مع هذه الاعداد في انطلاقة على ارضية الميدان الذكي. نستمر في البداية ونسير إلى طليعة الشوط والمقدمة الأولى، وهي هذه اللحظات الشاهينية تسير إلى أول المراكز. حميد بن سالم بالقوبع المنصوري هو مع البداية ينطلق ويتصدر المجموعة، بينما المركز الثاني تتواجد حفلة على المركز الثاني أحمد بن خليفة بن رشيد السويدي يأتينا في المركز الثاني مشاهدينا الأعزاء. أما المركز الثالث وصلت هجر علي بن عبد الله بن سعيد المسافري يحتل المركز الثالث في هذا اللقاء. أما المركز الرابع في هذه اللحظة وصلت سلهودة تعود ملكيتها لسعيد بن راشد بن غدير الاجتبي ياتي في المركز الرابع، بينما المركز الخامس وصول من قبل العزوم لسعيد بن أحمد بن دري الفلاحي. والمركز السادس هناك تدخل من قبل الشاهينية مشاهدين الكرام في هذا الشوط وفي هذه اللحظات اللي هي لحمد بن سالم بن هذا الشريفي يصل ويحتل المركز الخامس، بينما المركز السادس وصلنا إلى تواجد شواهين غانم بن حميد النعيمي يحتل المركز السادس. المركز السابع هذه اللي وصلت إلى الشاهينية لبخيت بن راشد بن سيف الشامسي يأتي بالمركز السادس، بينما المركز السابع نصل إلى الناوي سهيل بن سعيد بن عبيد بن مروشد يحتل المركز السابع. والمركز الثامن الشاهينية أحمد بن مطر الرميثي يحتل المركز الثامن، بينما المركز التاسع هذه اللي وصلت الآن سيدة مانع بن يمعة بن خميس الغويص. والمركز العاشر شعار بن غدير يتدخل في هذه اللحظات مع سعيد بن راشد بن غدير، هذه هملولة وصلت واحتلت المركز العاشر. هذه النتيجة حتى هذه اللحظات مشاهدي الكرام، 4 كيلومترات مسافة التحدي لهذا اليوم في أولى انطلاقات تمهيد المرموم. لكن نعود إلى البداية ونعود إلى مسار الشوط المقدمة. يا سلام، هذه سلهودة لا زالت على مقدمة الشوط. سلهودة تتقدم سعيد بن راشد بن غدير على المركز الأول ما شاء الله تبارك الله. لكن وجود الشاهينية كذلك في مشاركة هذا الشوط، وجود الشاهينية لحميد بن سالم بالقوبع المنصوري اللي غير وعاد من جديد إلى مكانه الصحيح، بينما المركز الثاني الله يا الشاهينية وصلت لحمد بن سالم بالهضع الشريفي تصل لتحتل المركز الثاني من الجانب الآخر. مشاركة من سلهودة في المركز الثالث سعيد بن راشد بن غدير يصل المحنك في هذا اللقاء وهذا التحدي، بينما المركز الرابع غانم بن حميد النعيمي يقدم كذلك لوحة من التحدي ومن التنافس. يا سلام، هذه شواهين وصلت وخذت المركز الرابع، بينما المركز الخامس الشاهينية أحمد بن مطر الرميثي. المركز السادس الوصول من قبل سمارة علي بن راشد بن غالب المنصوري يحتل المركز السادس. المركز السابع نشوف هملولة سعيد بن راشد بن غدير في المركز السابع، بينما المركز الثامن محمد بن راشد بن مشروم الكعبي يقدم هيلمان تحتل المركز الثامن. المركز التاسع وصلنا إلى تواجد شعلة سلطان بن علي بن حميد الغفيلي يحتل المركز التاسع. والمركز العاشر في هذه اللحظات مشاهدينا الأعزاء، هنا تدخل من خلال تواجد الشاهينية حمد بن محمد بن سالم المري. هذه النتيجة، تابع يمتابع في الانطلاقات والتحديات، ولكن عودة إلى البداية، عودة إلى سلهودة لا زالت هي مسيطرة على تحدي هذا الشوط مع المحنك سعيد بن راشد بن غدير. لا زالت سلهودة تقدم العروض المميزة والعروض الجميلة، ولكن حذاري أشوف المشروم واصل يقدم هيلمان، هذا الاسم المميز
محمد بن راشد بن مشروم الكعبي يحتل المركز الثاني، المري في المركز الثالث، وصل من خلال هذه اللحظات يقدم الشاهينية حمد بن محمد المري يتحدى يغير في هذه اللحظات الأخيرة مع 800 متر الأخيرة، وسلهود مسيطرة، سلهود مسيطرة، ولكن الشاهينية غيرت الشاهينية. إذا حفلنا الكريم حمد بن محمد بن سالم المري غير إلى المركز الأول إلى سيطرة هذا الشوط، سلهود في المركز الثاني، كذلك هناك إيلمان في المركز الثالث، محمد بن راشد المشروب، والمركز الرابع سعيد بن مطر الرميثي واصل في هذه اللحظات في المركز الرابع. لكن أعود إلى الشاهينية، أعود إلى سلهودة، أعود إلى الشاهينية وسلهودة وهيلمان، ولكن الله يا الشاهينية، حمد بن محمد المري لا زال يتقدم، لا زال يسير بقوة إلى التحدي، إلى المنافسة القوية في هذا الشوط، في هذا التحدي، ما شاء الله تبارك الله. ولكن سلهودة بالمركز الثاني، أشوف القادم سعيد بن مطر الرميثي يقدم الماهر، الماهر وسلهودة الشاهينية، ولكن الشاهينية مع 200 متر الأخيرة المتبقي على خط النهاية. تهانينا والناموس على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار، حمد بن محمد بن سالم المري، تهانينا على الفوز والانتصار. هذه لحظات وصول الشاهينية لخط النهاية، سلهودة في المركز الثاني، سعيد بن راشد بن غدير المركز الثالث، الماهر سعيد بن مطر رميثي المركز الرابع، هيلمان محمد بن راشد المشروم، بينما المركز الخامس اللي وصلت في المركز الخامس هوايل سالمين بن دغاش العامري يحتل المركز الكريم. كانت هذه النتيجة في هذا التحدي وفي هذا الشوط الخاص بالأبكار المحليات الأصايل، وهو الشوط الخامس في انطلاقات هذا الصباح. تهانينا للجميع بالفوز والانتصار. نعود إلى التوقيت الزمني ولحظات النهاية الأخيرة للحظات الوصول للشاهينية، حمد بن محمد المري من خلال وجود الشاهينية والتي استطاعت أن تحقق الانتصار بست دقائق 8 ثواني وجزء واحد من الثانية. تهانينا والناموس على الفوز وهذا التحدي في أرضية ميدان المرموم، بينما صاحبة المركز الثاني من خلال الوصول ومن خلال المنافسات القوية سلهودة سعيد بن راشد بن غدير 6 دقائق 8 ثواني و19 جزء من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز، بينما المركز الثالث كان الوصول من الماهر لسعيد بن مطر بن محمد الرميثي، حيث استطاعت أن تحقق ثالث المراكز وثالث الواصلين لخط النهاية ب6 دقائق 9 ثواني 5 من الأجزاء من الثانية. تهانينا على الفوز وعلى الناموس.